بورت المهدية يعتبر من أكبر مواني الصيد البحري في الجمهورية التونسية، إلا أنه في السنوات الأخيرة يعاني من برشا مشاكل على المستوى التنظيمي وعلى مستوى البنية التحتية. بدينا بصيادة صغار سألناهم على المشاكل اللي يتعرضوا لها في البورت وأثناء العمل. المشاكل الأكثرية هي من أثقال البورت بتاعهم من حوهم ما رجعوش، وقعد نعانيهم من في الربطات الفلايك حلق مهماش واحد مهماش ترمي غزل اللي يجيك بالانس كبير يدخل عليه يزرمي ولا لو كيما صالح اللي فات من السنار نطلعوا في البسباطة بوسيف تخلى علينا بالانس يهزوا لنا سلعة كل يجي 1000 سنارة ولا 1500 يصوب يخدم لك لنا في القصير معناه يضروا فلايك صغار بالانسيه قاعدين يضروا فلايك صغار ترمي غزل ترمي حاجة الحر يدخل عليك بالانس يطاف طاف بالانس يزوج يقول لك حوت تاكل حوت الجهد يموت هذيك حوت تاكل حوت الجهد يموت البحر ما عندوش شكون يتكلم عليه أعطيك حاجة البحار مية والله لا عنده لا قاف ولا عنده شعب ولا عنده حاجة البلانسيات الكبار مشاكلهم عديدة ومختلفة، من أكبرها المجبد وهي الآلة اللي تقوم بإخراج الفلايك لإجراءات الصيانة والتصليح، اللي تعطيل أسلحها تسبب في ضرر كبير للعديد من السفن. شركة اسمها الحلواني من صفاقس تخدم عاملة بيترافو وبدأ هنا حاول أحديد وهزوا لي وشيء بعد وقف وقت يمشي عاوزوا يرجع الله وعلا شو اللوحة ذيك كبير شو اللوحة ذيك كبير هذي الكل هذي الكل على خاطر ما نزمش نطلع مرة أخرى هذا كل ليسنا في شيء هذي الكل ريت اللوحة ريت اللوحة هذي الكل خاطر ما نزمش نطلع جيت نجم طلع ما يوصلش اللي تاغي برشا بحارة ما حبوش يتكلموا معنا الصباح خوف من إدارة البورت ومن العروفات رجعنا لهم بالليل وحاولنا ناخذوا من عندهم أكثر استفسارات وتوضيحات ونعرفوا أكثر مشاغلهم فما حاجة عنا في تونس اسمها الراحة البيولوجية الرائحة البيولوجية هذه معناها تخص المنطقة الجنوبية متاع الساحل التونسي هاي رد حوت مدة معينة باش معناها الحوت يتكاثر ويرتحوا البحر كما نقول مش الناس كل تشارك في الرائحة البيولوجية هذه فما شكون ما يشاركش في الرائحة البيولوجية هذه يجيوا يخدموا لهنا يخدموا لهنا ولي عنا برشا كما نقولوا برشا زحمة علينا أبار فليك نجيو فليك خريم صفاقس نجيو فليك خريم الشابة من المنطقة الجنوبية نجيو فليك خريم نشوف البسان معاش يرفع فهمني عندنا لو ساعة باش يزيدوا بسانات فهمت هذيك كل فارغة مو غادي هذيك فارغة مو غادي فارغة لكن ماهيش معمولة كيكي من هكا بقاع حجر لازمها تكون كيكي من هكا باش تقول لي ما فماش فلوس باش يعملوا خويا مداخيل ما شاء الله مداخيل ما شاء الله مليارات في الجلاء من قطاع الصيد البحري ما فيها باس اللي تلفتونا يعطونا منها شويه فهمتني لا يعملونا سقايب يعملونا فهمتني زاد كيما تشوف الغزول هذا ما هذوما تو مثلا يخدموا هذوما غزول تاع التن والتن تو اتفاقيه عالميه يخدموا شهر في العام شهر اتفاقيه عالميه هذه باش يحافظوا على الثروه تاع التن التن الاحمر هذا يجي هو يصدر لك غزل غادي يحطوا لك فهمتني لا 11 شهر محطوط غادي فهمني تو هنا ابر كبر تشوف سقايل اخرين تلقى غزل تمشي للسوق الجمله فما 2% معناها قصوا للابيب لابيب معناها دار التجهيز المواني دار المواني اي فهمني فما 2% يتقصوا معناها يفرض عليك باش تبيع حوتك في سوق الجمله اللي في بعض الاحيان ما نقوش احنا الاسواق اللي باش نبيعوا بها هنا في اغلبيه الاحيان مش في بعض الاحيان فما زاد انواع تاع منتوج ما تنجمش زاد تبيعها في سوق الجمله ما تصبرش على البلاصه تبيعها لهنا ياخذها اجنبيين. جماعه المعامل زاد. جماعه المعامل وتدخل في عمله صعبه وتدخل على شنو يقول لك لا يلزمك تهبطها لي للسوق باش يقص عليها 2% فهمتني وقصان 2% باش هما ياخذوا شهرياتهم باش هما فهمتني ولا يضمنوا شهرياتهم وحاصرين عليهم لا اكثر لا اقل فهمتني مش باش يعملوا بها خدمات اثناء التصوير جيت سيارة نزلوا منها ثلاثة أعوان أمن وحرس وديوانة للاستفسار وهذا ما خلى كلام البحارة يتبدل 180 درجة شركات خاصة قبل برشا برات كوليكات وأنظف من برات كوليكات في تونس
الشيخ زين العبد الشيخ الخليفي بن صفاق السلموني سوسه بوليكا انظف برد هو البرد المدينه غير مجرم غير حتى شيء بقى شنو تليك بقايا تاع يجرسوا بها نستغلوهم ولي سقايا الدكيك كيما قالوا قبل واسمع راهو اسمع كيما قال لك راهو برد مادية انا فيه له راهو اكثر من البرد الاخرين اكثر من البرد الاخرين بحق تمشي البرد الاخرين تحسن تحزن اصلا فما لهوه فما عسل فما ناس لاهيه تخدم وفما ناس تحب تخدم اما قد الامكانيات راهو هو ما هو ما ينجمش يوفر لك كل شيء راه دوله توفر هو انا يطلب وانت تطلب ما ينجمش يعمل سقاره هو ما ينجمش يعمل لك سقاره كي انتما شفتوه اللي ضر مكسر كان تو كرهو شويه يضر لي عندهم شي جمعه بنص شهر مدخل تعبر كان محافظ هذاك كنا نجيب غادي كاي تجي قدام حفره طاهر الحفره تجي الحفره الاخرى الكاميونات وكل على طول القياس هذيك لما ترفعوها انا وحيد حيد تاع عندك عندي حد جيد مش عمل لك حد جيد هو يطلب هو يطلب يطلب اوكي تعرف انت تطلب 10 توصل لك 1000 هكا وزيد دولتنا تو امورها تعبه شويه هكا سيفي عامل لاباس لاباس حاس سيفي عامل لاباس ربي يدير لبعضك هاوس لا تحس الناس كل فرد فامي تخدم الناس كل معناها كل الناس ورا بعضنا كل كل المجازين كل البحاره كل الادارات كل الناس كل فرد فامي الناس نعرفوا بعضنا في ناس كل ما فما حد كيما قلنا معناها كاين امكانيات وبركه